لمشاهده مباراة نادي الزمالك ونادي دريمز في بث حي ومباشر نتمنى من متابعي قناتنا الكرام الدخول الى التعليقات والضغط على الرابط الموجود في اول تعليق وسوف يتم تحويلكم الى المباراه بجوده عاليه وبدون تقطيع وقبل مشاهده المباراه نتمنى منكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا يستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي دريمز في نصف نهائي إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسيكون اللقاء على ملعب بابا يارا. ومن المقرر انطلاق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقد تم تخصيص قناة بي أن سبورت ستة لنقل اللقاء في بث حي ومباشر بتعليق علي محمد علي